المملكة. أما الآن رح ننتقل أكيد لزميلتنا لانا في أول فقراتها على الشاشة التفاعلية، فقرة أترند. ننتقل إليك لانا. شكرا إبراهيم وشاهد. ورح هلأ إحنا مع المشاهدين بفقرة ترند، والترند الأول معنا بحكي عن قصص الأطفال ورسوماتهم في فترة الحجر تحت هاشتاغ زمن الوباء. حنشوف سوا بعض المشاركات الأطفال والبراءة اللي واضحة بطريقة تعبيرهم عن الأشياء اللي عم بيحسوا فيها وما عم بيقدروا يحللوا الواقع أو يفهموا الأحداث حواليهم حسب سنهم، فبتجهوا للعناد والتمرد وطرح الكثير من الأسئلة، والسبب طبعا انقطاعهم المفاجئ عن مدارسهم فجأة وأصحاب وأغلب مظاهر الحياة خارج البيت اللي ولد عندهم إحساس بالحرمان والتوتر، وعلينا كأهالي مسؤولية التفسير البسيط حسب قدراتهم على الاستيعاب. خلونا مع بعض نشوف الفيديو. الترند الثاني معنا وهو الترند الأخير تحت هاشتاغ نقاش تاغ. وقد تم تداول الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي خطر تطبيق تيك توك، وخصوصا على الأطفال والمجتمعات العربية، والسبب طبعا يعود أنه هالتطبيق لا قيود عليه، وهو عبارة عن فيديو لا يتجاوز 15 ثانية ويستهدف الأطفال والمراهقين. وبعد أن بعد انتشاره بشكل واسع أصبحت المنافسات لتقديم محتوى مختلف عالية. طبعا اختلفت كل الآراء فيه، خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع لكم. طبعا بين مؤيد ومعارض بتنتهي فقرة ترند لليوم. راجعين لشاهد وإبراهيم، خليكم معنا.